بعد طول انتظار ها هي تكجدة لؤلؤة الجزائر تكتسي الحلة البيضاء مشكلة بانوراما طبيعية جميلة تسر الناظرين. فبالرغم من نقص تساقط الثلوج إلا أن هذا لم يمنع محبي الطبيعة من التنقل والاستمتاع بأوقات متميزة. رانا هنا في تكجدة صافي بيان لونطون ما خرجناش مع لا فامي مع الكونفينمون هدايا. بون الثلج السنة ما طاحش بزاف. بون حنا مبليدة من لا ولاية تاع البليدة دونك من الأربعة الشريعة ما فيهاش ثلج بزاف ما طاحش ديجا كاع ماشي ما فيهاش بزاف. ألوغ جينا اليوم مع لا فامي أون بروفيت في لوكازيون باش نجوزو شويه وقت شباب. ماتيك جزاكتو الحال انتيك من حال شباب هربنا من لابريسيون تاع الحومه الكوفروف والقنطاك واليوم في الدار منا جينا سمعنا الثلج طاح جينا مع لي زامي انتيك نجوزو جورني شباب منا ولا غير الحال شباب. عائله تنقلت الى تيكجدا فور سماعها بتساقط الثلوج للابتعاد عن ضوضاء المدينه وضغط فيروس كورونا الذي غير نمط الحياه. الجي جايين لي سيركونستانس ما خلوناش كنقدروا نريحوا في الجي في الكورونا والغاشي والكوفيد هذايا. سمعنا بلي كاين الثلج هنا في تيكجدا جينا اون بروفيت ان بو مع لا فامي وفرحنا بيان سور فرحنا كي طاح الثلج هكا شويه بيا دونك وراهم يلعبوا راهم فرحانين كاع ان شاء الله ربي يزيدنا الخير كما هذا ويطيح مليح. المحمية الطبيعية المصنفة عالميا تكجدة تحن إلى سواحها الذين يأتون من داخل وخارج الوطن للتمتع بسحرها وجمالها. فالدعاء لله عز وجل بأن ينزل رحمته بتساقط الثلوج والأمطار وأن يرفع عنا هذا الوباء لتعود السياحة لسابق عهدها.